أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت، اليوم السبت السادس من آب 2022. يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الزميل والصحفي الاستقصائي في قناة الجديد فراس حطوم. أهلا وسهلا فيك فراس معنا في هذا الحلقة من هنا بيروت. اليوم خصصت هذه الحلقة لنتحدث عن سلسلة الوثائقيات يلي حضرتك أعددتها وبثت على الهواء مباشرة، كان آخرها قبل يومين، إن كان وثائقي المحاكاة بالجزء الأخير منه، وقمت بمحاكاة لفرضية التلحيم بعد ما قمت بإنشاء مجسم لعنبر يشبه العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وطبعا الجزء الذي عرض أخيرا من بابور الموت واللي توصلت فيه إلى أنه في نحو 40,000 طن من نيترات الأمونيوم خرجت من جورجيا، وكان من المفترض أن تكون وجهتها الموزمبيق إلا أنها لم تصل إلى الموزمبيق. نتحدث يعني خلال هذه الحلقة أكثر إلى أين قد تكون ذهبت هذه الكميات الكبيرة من النيترات، وهل كان مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس أو أي مرفأ آخر في لبنان نقطة وصلت إليها هذه الكمية. ولكن بداية بدي أسألك فراس، أنه نحن نعرف شغفك بالعمل الصحافي والاستقصائي إن كان من أيام اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق الشهيد رفيق الحريري ومتابعتك لهذه القضية وكل ما تعرضت له أيضا لمخاطر خلال متابعتك هذا الأمر، أو كان اليوم بمتابعتك أو حتى أمور أخرى طبعا تابعتها بالعمل الاستقصائي، ولكن اليوم قبل سنتين بلشت بالعمل على ملف تفجير مرفأ بيروت. نعم. وبلشت بوضع فرضيات عبر برنامج كان اسمه ماذا لو. صح. بلشت بفرضية اللي الكل وقتها بلشوا يستبعدوها بعد ما طلعت خبرية التلحيم، اللي هي ماذا لو كان العدو الإسرائيلي هو من فجر العنبر رقم 12 وأدى إلى هذه الكارثة، وبعدك مستمر بهذه الفرضيات. سؤالي لك هو لماذا ما زلت مصر على تتبع هذه القضية وعلى تتبع مسار شحنة نيترات الأمونيوم، وهل عم بتشوف أنه أنت عم تقدر توصل لمحل؟ ليش مصر؟ لأنه بكل بساطة للأسف يعني نحن بعد سنتين على وقوع الانفجار ما عندنا أجوبة بعد على ولا سؤال من الأسئلة اللي طرحناها كلنا كصحفيين وكمواطنين وطرح العالم حول ما حدث في مرفأ بيروت. لعنا جواب شافي حول كيف اجت البضاعة، ولعنا جواب شافي حول ليش بقت هالقد وقت 7 سنين، ولعنا جواب شافي ليش صار الانفجار. وبالتالي اللي عم نعمله مش بس أنا، مجموعة كبيرة من الزملاء الصحفيين، وللأمانة حتى أشخاص غير صحفيين، في محامين، في ناشطين، في أشخاص حتى مش لبنانيين، يعني هذه القضية هي قضية تحولت إلى قضية رأي عام عالمي. وبالتالي أنت لما يكون عندك غياب للأجوبة طبيعي تضلك تطرح الأسئلة، وطبيعي تضلك بالعكس هذا التحدي اللي كلنا عنا إياه هو أنه ما نخلي الوقت، لأنه برأيي السلطة رهانة هي على عامل الوقت، أنه الناس مع الوقت تنسى، وهو فعليا الناس تحت ضغط الحياة مع الوقت بتروح على اهتمامات تانية وبتلتهب قصص تانية. نحن كأشخاص بنتعاطى شأن عام كل واحد من موقعه، وتحديدا كصحفيين شغلتنا نضلنا عم ندور ونضلنا عم نحط السلطة بموقف مواقف نفرجيها انه لا، بعد في كتير علامات استفهام بهيدي القضية، على عكس ما روج له بالبداية انه هيدي مجرد حادثة صارت بالصدفة من اولها لاخرها، ونقدر نجرب على قد ما بنقدر انه نضغط باتجاه كشف الحقيقة. يعني هاي هي اول فرضية وضعتها، كانت ماذا لو كان العدو الاسرائيلي هو اللي ولازالت فرضية موجودة، يعني أنت بتحط يعني فرضيات لتتثبت منها أو لتتحضى. هذه فرضية تعلمناها نحن هون، تعلمنا من أشخاص للأسف ومن جهات عم تستبعد فرضية العدو الإسرائيلي. يعني نحن سيد حسن نصر الله كان كل ما يصير عملية اغتيال بلبنان لأشخاص كانوا يتهموا أحيانا أنه هني عملاء لإسرائيل، بس يصير الاغتيال كان يطلع يقول أنه أنتوا بمجرد ما عم تحايدوا إسرائيل أقله بالسياسة، يعني أنتوا مثل عم تفترضوا أنه الإسرائيلي ما بيقتل أو ما بيغتال، فأنه أنتوا بكل شيء بيصير. هيدي فعلا تعلمناها من خطابات السيد حسن نصر الله، انه لازم تحطوا اسرائيل كاحتمال اول. وبالتالي اللي طرحته انا باربع اب كان ينسجم مع اللي كنا نسمعه من السيد. للاسف
بس طرحته تفاجأت أنه أنا عم بطرحه بينما الحزب وآخرين مش محمسين كثير لهذا الطرح، أنه إسرائيل ممكن تكون اللي ضربت. ما بعرف بدك تشوفي، أنا فعليا ما بعرف. انصدمت أنه لأنه أنت عم تقول أنه حزب الله كان أول من يضع فرضية أن تكون إسرائيل بأي عملية اغتيال تحصل في لبنان. عن جد بدك تسألين، بس أنه بدي أنا عبالي أعرف ليه، يعني حتى صار أنه لما عم ينحكى انه اسرائيل عم يتم التعاطي مع اللي بيطرح فرضيه اسرائيل، مثل ما كانوا يتعاطوا 14 اذار مع حزب الله بس يطرح فرضيه اسرائيل، انه هيدي انتم عم تلهوا الناس وعم تتبنوا نظريه مؤامره، وانه لا ما صار شيء، هذا حادث تقني. هل هو لانه مقابل عدم كشف شو كان فيه بقلب العنبر ما بيصير في ضغط باتجاه القول انه الاسرائيلي هو اللي قصف؟ هل هو يعني توازن اذا بدك تكتم على المعلومات انه بينطفى قصه ما بنعرف شو كان في بالعنبر رقم 12 وبالمقابل ما بنعرف مين قصفنا، انه بيكون عمل استخباراتي بيصير الرد عليه باماكن اخرى وبطرق اخرى بس بالعلن ما حدا بيحكي، ساعتها الحرج حول انه هل هي الشحنه مثل ما نحن عم نشتغل وعم بيبين بمحلات كثير كانت جاي مش بالصدفة على لبنان. رح نحكي تفاصيل المقابل العدو الإسرائيلي اللي هو رح يكون أمام حرج كتير عالمي إذا تبين أنه هو اللي قصف العنبر رقم 12، يعني كمان يعفى الإسرائيلي من هذا الحرج. أنت عم تسأليني هيدي هلأ فرضية برات الفرضية الرئيسية، بس هذا بالتحليل ما بعرف، لانه حتى يعني كلنا وقت طلع الانفجار بنتذكر انه سمعنا صوت يشبه هدير طائرات الحربيه، يعني حتى في ناس على مقربه كانوا موجودين من المرفأ اللي سكان الكارانتينا تحديدا كلهم صاروا يقولوا ان احنا شفنا طياره اسرائيليه، وهذا الامر لم يثبت حتى الساعه، او على الرغم من انه كل يعني وسائل اعلاميه طلعت اول ما قالت انه حتى باسرائيل يعني نتنياهو كله صاروا يحكوا انه ايه في ضربة إسرائيلية للمرفأ، ولكن هلا هو ليك الطيران في حال ربما في حال هذا الموضوع أنا مش معتسكي في أي نظرية، خصوصي أنه في كمية في ناس سخفت هذه الفكرة، فكرة الطيران، وأنه صاروا يقولوا أنه لا هذا صوت العصف وكذا، ايه على أنه ما بتحكي أنه الناس سمعت أصوات مش بوقت قصير على مدة تلت ساعة، هو يومتها كلنا بنعرف أنه كان في تهديد بضربة، وكنا عم نقول بين اليوم وبين بكرة، وكان عشية القرار. هلا أنا ما بدي أدعي أني خبير عسكري، ولكن ممكن يعني يكون هذا الطيران في حال كان موجود وفي كثير ناس سمعوه مثل ما بتقولي يكون للرصد لتحديد ساعة الصفر، لا ولكن اعتقادي وممكن يكون استعمل للقصف بحال كان في طيران، ولكن برأيي مسألة العنبر ومسألة مرفق بيروت كان ممكن تتم بطرق كثير تانية بدون حاجة لقصف بالطيران، يعني درون صغير كان ممكن تقوم بالمهمة، عميل على الأرض كان ممكن يقوم بالمهمة. يعني هول أيضا فرضيات أخرى، كيف تمت هذه العملية إذا فعلا عبر العدو الإسرائيلي وليس فقط من خلال طائرة يعني، صح؟ صحيح. طيب فراس، أنت عدد من الفرضيات طرحتها بسلسلة الوثائقيات يلي أعددتها، خليني أبلش من بابور الموت واللي تم بث الحلقة أو الجزء الأخير حتى الساعة، ما أعرف إذا حتكمل فيه لبابور الموت. هي المعطيات اللي عم تاخذنا بمحل أنه نكمل أو لا، يعني عم بيكون أجزاء على فترات متباعدة، اعتقادي طالما القضية مفتوحة احتمال أنه يكون في أجزاء أخرى أكيد قوي يعني. طيب ذهبت إلى جورجيا، لم تكتفي بأنك تتابع هذا الموضوع من لبنان، ذهبت إلى جورجيا وكان هدفك الوصول إلى مصنع روستافي أزوت يلي منه انطلقت شحنة الموت كما تسميها ويسميها معظم اللبنانيين، شحنة نيترات الأمونيوم، واللي كان من المفترض أن تذهب إلى الموزمبيق، صحيح؟ على الأوراق الرسمية. على الأوراق الرسمية. تبين معك بداية ما خلوك تفوت على المصنع. صح. ما هني أصحاب المصنع دائما بيتدرعوا بشغلة إنه بال 2017 صار في مشاكل مالية بقلب المصنع، وبالتالي إجا البنك أوف جورجيا اللي هو كان عاطي هذا المصنع قرض مالي كتير كبير، صادر الممتلكات تبعه بما فيها المصنع، يعني المصنع تابع لشركة، صادر المصنع وبيعه لجهة أخرى أو لشركة أخرى، وبالتالي هني بيقولوا إنه هيدي الشركة هي مختلفة عن الشركة اللي كانت بالوقت القديم، وأنه هني ما قالن أي علاقة بالشحنة من منطلق أنه تمت قبل ما يستلموا إدارة المصنع، علما أنه عدد من الأشخاص اللي كانوا بالإدارة السابقة بيناتهم شخص يدعى ليفان بورديلاتزي هو اليوم يحتل منصب نائب المدير العام، يعني في كتير علامات استفهام. هذا الشخص التقيته أنت بجورجيا بالسر لأنه ما قبل يصور. صحيح. وكان غير متجاوب، صح؟ إلى حد يعني كان ما. غير متجاوب، إيه كان غير متجاوب، ولكن هذا الأمر للأمانة كان متوقع يعني، وهذا بيطرح أكثر علامات استفهام لأنه اليوم مصنع
شخص كان موجود بالإدارة السابقة أو موجود بالإدارة الحالية وعنده على الرغم من أنه نكر قدرة على قليل من منطلق ذاكرته يتذكر أمور معينة متعلقة بها الزبون إذا بدنا نقول هو الشركة الكبيرة بالموزمبيق اللي كانت تاخد معهم، خصوصي أنه إذا بتفوتي هلأ على الويب سايت تبع المصنع الحالي محطوط صورة شحنة أمونيوم نيتريت مكتوب عليها FEM نفس الشحنة اللي اجت على بيروت باسم المصنع اللي بالموزمبيق محطوطة ككفر، يعني هي اللي بتطالع كايدس. وهيدي كمان انا استغربتها انه ليش هالمصنع كل شيء بيعمل شحنات ما في غير هيدي الشحنة اللي ممكن تكون هي هيدي اللي انفجرت ببيروت او غيرها لمصنع FEM عامل لها فوتو سيشن وحاططها على الواجهة. بس هيدا على قد ما هو تفصيل بسيط بدل انه اقله من منطلق هيدي الصور اي متى التقطت وشو كانت الشحنة وكذا، لو في نية مساعدة كان هذا المصنع او هذه الاداره الحاليه بتعطي معلومات اكثر بكثير من اللي اعطانا اياها ليفان بورديلاتزي اللي هي فعليا لا شيء. يعني هو كل اللي قاله انه انا ما بعرف شيء، هو قال يعني على الرغم من انك كشفت بوثيقه انه توقيعه وارد على على قرض من البنك الاوروبي، هو قال انه انا ما كان عندي منصب عالي، نحن فاجئناه وثيق بتفرجي انه هو حتى بالاداره القديمه كان واصل لمرحله بالمنصب تبعه انه يمضي قرض من بالنيابه عن اداره المصنع ب 155 مليون دولار. فكيف شخص هالقد جوا ما بيقدر يعرف اي معلومه عن شو كان عم بيصير او كيف عم بتصير عمليه البيع والشراء او يوصلنا اقله باشخاص بيعرفوا؟ اوكي، جربت ايضا تتواصل مع شخص بالمصنع اللي كان عم يوصل له الموزمبيق FEM؟ اي 100% اي صح، اللي هو انطونيو كان هافاس المتحدث باسم المصنع. هو يعني وهون كنت انت توصلت لقصص رح نحكي عنها ورح نشوف فيديو قبل، بس اذا هيك بشكل عام كان متجاوب معك كمان ولا حسيت انه هلا هو كان متجاوب بالشكل، هو كل واحد عنده شخصيته، يعني هو كان قبل يحكي وقبل يتصور ولكن بالمضمون ما كان عم يعطينا شيء. كمان كان نفس يعني الحجه اللي اعطانا اياها انه انا اكيد بعرف، لانه هو ما في يقول ما بعرف، اكيد بعرف مين سافارو وبعرف من مين كنا عم نجيب البضاعه وكذا، بس ما في اعطيك لانه هيدي امور لها علاقه بسريه العمل التجاري. يعني تتخيلي مصنع في كارثه بهذا الحجم صارت انفجار بحجم انفجار مرفق بيروت بيطلع بيقول لك ما فيني اعطي اي معلومه لانه هي لها علاقه بسريه عمل التجاري. طب ما الشركه اللي هي شركه سافارو تبين ان الشركه صوريه وانه عليها 100 علامه استفهام، انا اذا ما عندي شيء خبيه بالعكس بيعلمونا اياها بمبدا العلاقات العامه، لو اكيد انا صحافي وما في افرض عليه، وللاسف القضاء معطلين والسياسيين وبالتالي كمان ما بيقدر يتحرك، بس انا لو بدي نظف اسمي بهذا المحل ولو ما عندي شيء خبيه بطلع انا بعمل مؤتمر صحفي. يعني انت لاحظي المصنعين الا بالضغط والا بالمطالبه لا يقبلوا يعطوا انه احنا ما عندنا شيء نقوله، انا بطلع بعمل مؤتمر صحفي بفرجي انه هو مشتريهم هيك هو هيك هيدي الشركه هيك بكب كل شيء عندي معلومات نظيفه انه هن عم يتهربوا عن قصد، اكيد لانه في شبهات تدور حولهم وحتى الوثائق اللي قدرت تحصل عليها تؤكد هذه. يعني وعلى فكره انت عم تقولي كنت يعني صاحب المصنع بالموزمبيق اول سنه، يعني هاي المقابله القديمه اللي عرضناها كان قابل يحكي، هلا مع انه هلا خلص قبل كان في شويه حرج، هلا بس عم يقطع وقت وينطفي الملف، هلا مستحيل صح. يعني ولا باي يعني طريق. حتى القضاء اللبناني اللي مفروض يقوم بهذه الامور ويتابع هذا الامور، رح نحكي عن تعطل القضاء ولكن حتى الساعه نحن ما زلنا بالمرحله الاولى من هذا التحقيق. القاضي طارق بيطار قبل ما تكفي في يده حليمة أرسل بطبيعة الحال لكل الدول المعنية وما بعرف لمين بالضبط، ولكن أرسل استنابات وأرسل أسئلة للموزمبيق ولجورجيا ولروسيا ولسوريا ولا يمكن أمريكا. توصل معهم كلهم. أرسل وكان بانتظار الأجوبة. هلأ هيدي الأجوبة في حال كانت قد وردت، ما هو كمان برا ما بيمشوا على إيقاع السياسي عندنا بلبنان. اليوم إذا جهاز مخابرات طلب منه القاضي معلومة وبعت له إياها من الموزمبيق أو من جورجيا والقاضي ما كان قادر يرجع يرد يكفي التواصل لانه مكفوف يده، جهاز المخابرات اللي برا اذا خمس ست اشهر مثلا ما رديتي على مراسلاته يمكن يكون موقف شخص انت طالبه منه يوقفه، يمكن يكون جايب مستند او معلومه، اذا لقاكي ما تجاوبتي ما ضروري يكون عارف او يكون عنيه انه والله ما بعرف مين قدم طلب وكفل له يده ومختلفين على التعيينات القضائيه لهيك ما بيقدروا يعينوا قاضي. طيب ما ضروري بالموزمبيق او بجورجيا يعرفوا، ما ضروري يكون عنيهم هذا الموضوع، اللي بيعرفوه انه نحن طلبت منا بعثنا لك ما رديت، اذا رجع بكره على القضيه وان شاء الله رح يرجع
يعني أنا عندي عندك يعني أمل أو قناعة. خليني أقول أنه واحد دايما بيضله متمسك بالأمل، عرفتي، بدون ما يعيش يعني الوهم، بس أنا عندي تفائل أنه رح يرجع، عرفتي، وبالمنطق يفترض أن يرجع لأنه هو ما عمل شيء برات شغله برات منطق شغله، ولكن اللي عم بقوله التجاوب برا أكيد رح يصير غير، لأنه رح يحسوا أنه الدولة المعنية بالملف منايم الموضوع لست 7 أشهر، فليش هني بدهم يكونوا ملكيين أكثر من الملك. طيب في ناس قبل ما تابع بس في اتصالات عم تورد على الحلقة أنه حكينا لأنه من عم بيتابعوا المواطنين الحلقة، ونحن حكينا عن موضوع فرضية أن تكون إسرائيل، عم بيقولوا أنه في أحد الأشخاص اللي اتصل من كفر قطرة عم بيقول أنه كان الطيران حتى فوق وحتى بالجبل وبأماكن بعيدة عن الساحل عن مكان انفجار مرفق بيروت، كانوا عم يسمعوا هدير الطيران الحرب الإسرائيلي اللي كان عم بالأجواء اللبنانية كلها موجودة وعم ينسمع، فلذلك الجميع معظم الأشخاص أول ما طلع هذا الانفجار دغري شكوا أنه قصفت إسرائيل المرفأ. بدي تابع معك، ولكن بداية بدنا نشوف فيديو مقتطف من بابور الموت. نعم. بالجزء اللي نعرض يوم قبل يومين واللي بتكشف فيه عن 40,000 طن من نيترات الأمونيوم خرجت كالشحنة اللي وصلت إلى مرفأ بيروت بين 2012 و2014. هذه الشحنات كان من المفترض على الأوراق أنه تروح على الموزمبيق، إلا أنها لم تصل إلى الموزمبيق. إلى أين ذهبت؟ خلينا نشوف بهذا الفيديو. طلبنا من وزارة التجارة الجورجية كشفا بكل كميات نيترات الأمونيوم التي شحنت إلى الدولة الأفريقية بين عامي 2012 و2014، وذلك لمحاولة تقفي أثر كل شحنة من الشحنات بما تيسر من طرق. وبالفعل جاء الرد بعد أيام قليلة ليتبين أنه خلال تلك السنوات لم يكن هناك سوى بضع شحنات موزعة على أشهر متباعدة، وذلك وفقا للجدول التالي. الصادرات إلى الموزمبيق مادة الأمونيوم نيترات كانون الأول 2012 11,000 طن، أيلول 2013 17,953 طنا، تشرين الثاني 2013 4,400 طنا، كانون الثاني 2014 11,000 طن. إن لم يكن عبر البواخر إذن، فكيف قطع 11,000 طن في المرة الأولى وما يزيد عن 15,000 طن في المرة الثانية مئات الآلاف من الكيلومترات نحو الموزمبيق؟ هذا السؤال قاد إلى سؤال آخر، ماذا لو لم تكن هذه الكميات الكبيرة قد وصلت أصلا إلى البلد الأفريقي؟ سؤال بطعم الشك تحول إلى شبه يقين بفضل موقع ويتس التابع للبنك الدولي، والذي يحدد كمية الأمونيوم نيتريت التي دخلت إلى الموزمبيق من كل دولة من دول العالم وفي كل عام من الأعوام. الدول التي استوردت منها الموزمبيق أمونيوم نيتريت في عام 2013 هي أوكرانيا، جنوب أفريقيا، السويد، سنغافورة، البرتغال وألمانيا. تبين بحسب الموقع أن الموزمبيق لم تستورد أي طن من النيترات من جورجيا، لا في عام 2013 فحسب، بل حتى في عامي 2012 و2014، ما يعني أن أكثر من 40,000 طن كان يفترض أن يكون ميناء بييرا وجهتها الأخيرة ذهبت في حقيقة الأمر إلى أماكن أخرى أكثر سخونة ربما وأكثر حاجة إليها. وماذا لو كانت هذه الأماكن وانطلاقا من تجربة روسوس هي أماكن في سوريا ولبنان؟ لمعاينة هذه الفرضية استحصلنا من موقع مارين ترافيك المتخصص في مجال رصد حركة السفن على لائحتين، لائحة بكل البواخر التي غادرت جورجيا بين شهري أيلول وتشرين الثاني من عام 2013، أي بالتزامن مع الشحنات المفترضة إلى الموزمبيق، ولائحة أخرى بكل البواخر التي وصلت إلى لبنان وسوريا في الفترة نفسها. وبعد عملية مطابقة يدوية مضنية تبين لنا أن 4 بواخر خرجت في هذه الفترة من مينائي بتروم وبوتي ووصلت إلى موانئ بيروت وطرابلس وطرطوس. ليدي ماريا غادرت ميناء باتومي في 13 تشرين الأول ووصلت إلى ميناء طرطوس في 29 تشرين الأول. جينان غادرت ميناء بوتي في 16 أيلول ووصلت إلى ميناء طرطوس في 2 تشرين الثاني.
ساليكس غادرت بوتي في 12 تشرين الأول ووصلت إلى طرابلس في 10 تشرين الثاني. روسيتش 11 غادرت ميناء بوتي في 12 تشرين الأول ووصلت إلى ميناء بيروت في 2 كانون الأول. إذن فراس، هذا مقطع جزء صغير من وثائق بابور الموت اللي بعد يعني هذا البحث الطويل تبين معك أنه لم تكن شحنة النترات التي وصلت إلى بيروت عام 2013 عبر السفينة روسوس، قد تكون هناك فرضية، يعني قد تكون هي الوحيدة التي وصلت إلى لبنان، لأنه تبين معك أنه في بواخر أخرى غادرت موانئ في جورجيا إلى بيروت وطرابلس وسوريا. ما تأكدت إذا هي كانت محملة بعد على متن نيترات الأمونيوم، ولكن ولكن في شحنات تزامنا هذا الأمر حصل، مع أنه في شحنات من نيترات الأمونيوم خرجت من جورجيا، كان من المفترض أن تذهب إلى الموزمبيق لكنها لم تصل. فهل مصير هذه الشحنات كمصير شحنات روسوس؟ هذا الشيء الأساسي اللي تأكدنا منه بداية، واللي هو يعني فعلا أنا ما كنت موقع أنه يكون كل الكميات اللي طلعت انه اقله بحسب الداتا اللي جبناها من ميناء الموزمبيق، لا يكون هناك اي طن منها قد وصل الى الموزمبيق. فعليا انا ما توقعت انه كميه 40,000 طن، انا قلت ممكن يكون في كميه اضافيه، شحنه اضافيه، او ما توقعت تكون القصص هالقد مكشوفه، انه 40,000 طن بيطلعوا بحسب الاوراق الرسميه اللي استحصلنا عليها من وزاره التجاره بجورجيا، وبالمقابل ما يكون في ولا طن وصل. وبالتالي هذا اسس بالاول نحن، لا هذا هي مش فرضيه، هيدي واقع، هيدي حقيقه، هيدي مستندات. هلا اللي عملناه نحن، بما انه روسوس كانت محملة وحدة من هودي الشحنات واجت على لبنان، طبيعي واحد يشك انه طالما كل هالكميات ما راحت، يعني كانت هيدي الكميات عم تتهرب على اماكن اخرى غير الوجهة المعلنة اللي هي الموزمبيق، وطالما وجهة من هالوجهات عرفناها اللي هي لبنان، لانه روسوس اجت على لبنان، فطبيعي روسوس واحد كانت رايحة على الموزمبيق، وحدة من الشحنات كانت محملة روسوس، وبالتالي طبيعي واحد يفكر بالمنطقة اللي هي لبنان وسوريا اللي اجت روسوس عليها، لبنان تحديدا. فطلبنا نحن مثل ما شفنا كشف بكل البواخر اللي طلعت من جورجيا وكل البواخر اللي فاتت على لبنان وسوريا، تبين لنا انه البواخر اللي فاتت بهذا المدى الزمني هي 4 بواخر للمصادفه، هي اكيد مش للمصادفه، ولكن انه كل هيدي البواخر الاربعه وعددناها هون، ليدي ماريا وجينان وساليكس وروسيتش 11، تنتمي الى شبكه تعرف باسم شبكه اوديسا، اوديسا نتورك، كانت متهمة أو كان هناك دراسات موسعة عليها وثبت أنها تقوم بين 2011 و2015 تقريبا بعمليات تهريب سلاح ومتفجرات وذخائر إلى سوريا. طيب يعني ما بعرف، كنا عم نحكي قبل وانه في كتار بيقولوا انه انتم مصممين توجهوا يعني هيدي، انا بدي هون بدي اقول لك شيء، انه انت عم بتقول انه هذه الشحنات للمصادفه او هذه البواخر للمصادفه عم تجي على لبنان وعلى سوريا بهالفتره بين 2012 وال2000، لا هي عم تجي بين شهر 9 وشهر 12 2013، اللي هو تم على نحن كنا بصدد روسيا. ايه عفوا فراس، عم بطشك، بس انت قبل بالوثائق بابور الموت سلطت الضوء على مجموعه من رجال الاعمال سوريين يلي هن لهم علاقه بالنظام السوري. طيب هل في علاقه لهول الاشخاص بهذه البواخر الاربعه اللي عم نحكي عنها؟ هودي رجال الاعمال لهم علاقه بشركه سافارو، لهم علاقه بروسوس وبي يعني بالباخره اللي ام اي اللي هو بقبرص، اللي صاحب الباخره، ما هو القصه قد ما متشعبه يعني. اللي اخذ منه صاحب الباخره قارض، واللي يشتبه بانه هذا القارض كان لتبييض الاموال، وعرضنا يعني وحتى المهتم بيقدر يرجع يحضر هيدي الاجزاء. لهم علاقه باوديسا؟ هول رجال الاعمال السوريين ما لهم علاقه مباشره بالبواخر الثانيه، ولكن كل هول المنظومه، منظومه البواخر ومنظومه الشبكه، تنتمي الى شبكه تعرف باسم شبكه اوديسا نتورك، كانت معنيه بتهريب السلاح يعني الى حتى سوريا. هؤلاء رجال الاعمال، انا للامانه بموضوع ربط مباشر بينه وبين اوديسا ما بقدر اقول لك ايه او لا، لانه انا ما اشتغلت عليهم بهذا الجزء، ولكن الفكره يعني ما حتى اوديسا نتورك منا شبكه منفصلة، يعني هو كان في مجموعة شبكات منفصلة متصلة إذا بدك تقوم بعمليات تهريب سلاح. أنا ما اشتغلت على اسم مدلل أو اسم عماد خوري أو اسم جورج حسواني إذا موجود بهذه الشبكة، ولكن أنا عم بقول الشبكة اللي روسوس تنتمي لها اللي هؤلاء الأشخاص مجموعة منهم كانت تقوم بهذه العمليات. ويعني نحن بنرجع بنقول، وهذا دليل إنه حتى الأمريكان ما بدهم يساعدوا، لو بدهم يساعدوا كانوا بيعطوا التحقيق معطيات أكثر. مدلل خوري بال 2015 وضع على لائحة العقوبات بتهمة محاولة إدخال أمونيوم نيتريت
إلى سوريا أواخر 2013 من خلال شركة روسية، يعني تقريبا كل المواصفات اللي قلها على روسوس وسافارو، ايه على شحنة سافارو. تم الأمريكان يعني لما يحطوا هيك معلومة ويرجع يتبين بعدين هذا الربط، يعني الأمريكان عنده معطيات، بس حتى الأمريكان عم يشتغلوها بالسياسة وما بدهم يعطوا معطيات. بس ترجع أقول لك أنه نحن أنا تحديداً وأنا كتير بجرب حيّد حالي عن الأجندة السياسية. بعرف في ناس إنه المصلحة يتهموا حزب الله ويتهموا سوريا، وبعرف في ناس حتى بالإعلام برا إذا بكرة قلتي إسرائيل اللي قصفت ما حيتحمسوا لي ويكبوا شغلنا لو كان عندك دليل مادي، لأنه هول بيشتغلوا بأجندة سياسية. أنا لا عندي عداء لحزب الله ولا عندي عداء للنظام السوري ولا معني بكل هودي القصص. أنا بهمني بإطار شغلي يكون مهني وأقدر أوصل لنتائج، بس بنفس الوقت ما عندي عقد انه اذا تبين انه هيدي الشحنه لرجال اعمال قريبين بالنظام السوري لا حخاف ولا حفكر بانه والله فلان بيزعل او هودي بيتهموني انه عميل او ما بيعنيني. يعني انا اللي بشوفه راح اقوله، اللي قادر يكذبنا بالمعطيات يطلع يكذبنا. هالقد ببساطه. طيب هولي الاربع بواخر راح تحاول ترجع تتبع ماذا كان على متن هذه البواخر او شو كان في مثلا وحده من هودي البواخر؟ يعني هيدي اللي شو هي صعبه بالعمليه البحث. اكيد في صعوبه، بس مثلا واحدة من هؤلاء البواخر اللي وصلت على مرفق بيروت، ما هي كمان بيخليك هيك شوي تستغربي. وانا اشتغلنا شيء نحن سوا وشفت الباخره بطرابلس اللي اجت وكانت على اساس محمله امونيوم سلفيت وعلى اساس تطلع لبرا وطلع على قلبها كمان امونيوم نيتريت. طب وحده من هؤلاء البواخر فاتت على مرفق بيروت ومصرحه انه هي محمله امونيوم سلفيت، يعني هلا يعني اوكي ما حطوا امونيوم نيتريت بنسبه يمكن عاليه تنقول اذا هي كانت محملتهم، لانه بيصير بدها فحص مختبري وممكن ما يخلوها تفوت للباخره، بس اجوا محملين بماده هي عباره عن امونيوم دعوا انه سلفيت، يعني كياس بيضاء. هلا بتقدري ترجعي بالزمن 7 سنين تتشوفي؟ اكيد ما حتقدري، بس كثير كان سهل التلاعب. وعم بقول لك اشتغلنا على شيء سوا وتقريبا ثبتناه اللي هو بطرابلس. للاسف يعني رح نجرب نجيب الداتا، ولكن مثلا هذا اللي بهيك حال اللي لازم ينعمل، وهذا كمان له علاقه برجع بقول بالباخر اللي اشتغلنا عليها، انه ينشاف هالكميات اللي فاتت اذا جاي على اساس امونيوم سلفيت او امونيوم نيتريت وتغير الاسم شو ما كان، ينعمل تراك انه هيدي فاتت على لبنان. طب لوين راحت هالشركه اللي اشترتها لهيدي الشحنه؟ اذا كانت شو ما كانت مفروض تكون بعتها لاشخاص محددين. لمين ينلحق وينشاف اذا في شيء مش شيء غلط ولا لا. بده عمل مش بس جبار، بده عمل حدا يكون عنده سلطة، بدك عمل جدي من قبل السلطات المعنية. بدك حدا عنده سلطة. نحن أكثر شيء بيقولنا ما إلك عليها، يعني ما حنعطيك ولا معلومة. ولكن كان ملفت أنه هذا، يعني أنت رحت على جورجيا بهدف الدخول إلى هذا المعمل اللي أنت قلت بمشهد أنه تشتم رائحة الموت أو رائحة يعني هيدي الطبخة اللي كانت عم تنطبخ بتذكرنا أكثر مني حاضرة منيح. حاضرة منيح لا، لأنه في زملاء اتصلوا بدهم يكتبوا عن اللي عملناه ومش حاضرين، فواحد بينبسط. هلا مش عم جاملك على الهواء يعني، بس فعليا لأنه بحس إنه بينبسط طالع مع حدا حاضر وعم بيستفزه تيطلع منه أجوبة، مش مع حدا بده يرجع يشرح له الدوكيومنت. لا أقل شيء يعني نكون محضرين قبل ما نطلع الهواء. طيب كنت بهدف لما لو فت على هذا المصنع شو كان بدك تعمل؟ يعني شو كان الهدف من إنه أنت ذهبت إلى جورجيا لزيارة روستافي أزوت؟ مع مين كان بدك تتواصل؟ هل كنت بهدف وتجيب داتا إضافية؟ هو هذا الهدف. الهدف نحن نجرب نجيب من المصنع الداتا اللي إلها علاقة بالشحنات، لأنه في كذا شحنة تمت بين هذا المصنع وبين شركة سافارو. نحن بدنا نجرب نعرف إنه مين هالشخص اللي بمصنع روستافي أزوت اللي كان عم يوقع هذه التعاقدات مع شركة سافارو، ونشوف شو اسمه وشو اسمه. يعني احنا تخيل لحد هلا ما بنعرف من قبل شركة سافارو مين الشخص اللي وقع يعني على العقد اللي اشترى البضاعة. يعني هيدي منه تفصيل انه ليه المصنع بموزمبيق بيقلك وليه المصنع بجورجيا بيقلك. يعني الشخص اللي اشترى الشحنة احنا بنعرف انه في شركة اسمها سافارو ما لها وجود فعلي، بس هيك شركة وهمية. وبيجي هون بيقولوا لك انه لا هيدي عملية تجارية وانه هي هيدي الشركة كانت ما عم تتهرب من الضرائب، يعني بيصيروا يستغبوا العالم ولهيك مش مصارحين انه عنده النشاط. بس ما هي القصة ابعد من هيك بكثير، وهي مش قصة انه شركة حقيقية ومخبية ارباح او مخبية صفقات، هي شركة صورية شيل كومباني، وفي دراسات ليوم الدراسات عن الشيل كومبانيز وكيف تشتغل وشو لها علاقة بتهريب السلاح وبتهريب المتفجرات. بس يا حنيمة المشكل وين؟ انه بالسياسة يعني نحن ما حدا
نحن ما حدا يعني بتطلع انت بتشتغلي على شغل شهرين ثلاثة أربعة أشهر، بيطلع حدا بخطاب سياسي بيركب ما بيركب على بعضه هيك، بيبقى بأبسط نقاش قانوني هيدا الحكي اللي عم بيحكيه بيسقط، بس لأنه بيبقى هو هذا الشخص عنده جمهور وعنده ناس بيصدقوا، وبتصيري أنت مضطرة يضيع كل وقتك على أنك تجادلي بأبسط الفرضيات، وهذا بمحلات فعلا مش محبط، أنا ما بحبط، ولكن بيحسسك أنه قديش أنت عم تشدي بمحل بدون غايات، وقديش في ناس ممسك متمسكة بأنه بس تاخد رأي معلب وتعيده وتلوكه. طيب 40,000 طن نحو 40,000 يمكن يطلعوا زيادة شوي، نحو 40,000 طن من نيترات الأمونيوم خرجت من جورجيا وجهتها كان من المفترض الموزمبيق. طيب الموزمبيق عم بيقولوا هن أساسا مش طالبين هذه الشحنات ولا 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 ما وصلت، كانوا طالبين أو ما وصلت؟ لا هلا هو بالموزمبيق يعني بدك تتواصل تسيري مع كل المصانع، عرفتي؟ نحن بنعرف هذا عمل اخر، نحن بنعرف يعني مصنع الاف اي ام هو بيعترف انه طلب 11,000 طن وبيدعي انه استلمهم، يعني ما بنعرف ال 40,000 كلهم اذا كانوا له، لانه انا جربت كمان يعني بجورجيا في 15,000 طن طلعوا بنفس الوقت، بس هول ما بنعرف اذا له، هو بيقول نحن قبل هيدي الشحنه طلبنا 11,000 طن بنفس الفتره الزمنيه، بنفس الفتره اللي طلعت فيها ال 2750 طن في 11,000 طن طلعوا قبل بسبعة ثمانية شهور، وفي حوالي 15,000 طن طلعوا بنفس الشهر. هل هو طلب اللي قبل ولا طلب من ما حدا بيعرف؟ بس هو بيقلكن انه نحن طريقة شحن نيترات الأمونيوم ليست عبر حاويات المستوعبات اللي بتكون هيدا هون، يعني هو في رسالة انا هون مسجلة نوت انه هو المتحدث باسم المصنع الموزمبيقي عم يعني بيقول انه لم نقم مطلقا بأي عملية شحن للأمونيوم نيترات من البواخر الحاويات، لما سألته عن موضوع ال 15,000 ايه لانه هو نحن يعني مش لهم يعني ولا كيف هو تبين انه مش لانه لسبب ابعد من هيك، لانه بالاخر ما في ولا شحنه وصلت على الموزمبيق، يعني هو بيدعي انه نحن اخذناهم واستلمناهم، نحن الارقام بينت انه مش واصل ولا طن من جورجيا على الموزمبيق، وبالتالي كيف بتقول انت جبتهم واستلمتهم؟ لو جبتهم واستلمتهم بدهم يبينوا بالسجلات الموزمبيقيه، بس ابعد من هيك نحن سالناه، لانه وقت اللي كنا عم نشتغل على قصه البواخر في باخره وحده طالعه على الموزمبيق بشهر 9 بالتزامن مع ال 15,000 طن اللي انشحن، وهيدي الباخره هي باخره حاويات، فانا بعثنا له سالناه، لانه انا قالوا لي الامونيوم نيتريت اجمالا صعب كثير ينشحن بالكونتينرز لعده اعتبارات، العلاقه بالمساحه اللي بتاخذها الكونتينرز بدون داعي وبالسلام العام، يعني كثير صعب، وحتى بثير الشبهه اكثر تشحنه بكونتينر، فسالناه قال لا نحن ما بنشحن بكونتينرز. بس 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 ليه يعني، بس انا بدي استوضح شغله انه يعني ولا شحنه من الشحنات اللي كان لازم تروح على الموزمبيق وصلت على الموزمبيق؟ طيب ما مكتوب اسم الشركه اللي هي الاف اي ام على الاكياس؟ لا كتب على الاكياس تيكون في سهوله بينها تطلع ممكن تكون لعمليه تمويه او تمام، يعني ما في الكياس ما لها اي دلاله، هن بالعكس عم يطلعوها نظامي، ما هي طالعه من حتى جورجيا. على مثل ما بلشت عم تحكي انه على الصفحه الرئيسيه لروستافي ازوت في هذه الصوره اللي مكتوب عليها، هون بتبلش تحسي هل هالمبالغه، لانه اجمالا حتى ما في هيدا شو بيقولوا الكرم بالدفع على تكاليف الاكياس، لانه هيدي يعني مواد زراعيه بينحط هيك بطريقه معينه انه اسم الشركه وكذا وتنعرف باكياس الاف ام بتحسي سخين عليها، يعني مدفوع مبالغ محطوط اللوجو كبير، وبتبلشي تفكري هلا بعد هل كانت هالمبالغه باظهار انه موزمبيق واف اي ام هو لاعطاء طابع شرعي اكثر ولا يثير الشبهه؟ ممكن، لانه فعلا ملفت الكيس، يعني كيس. طيب رح تتابع هذا الموضوع لاحقا اذا صح لك تكون عندك معطيات اضافيه، يعني أكيد. اليوم يثير الحشريه انه نعرف هذه البواخر الاربعه اللي وصلت على لبنان وعلى سوريا شو كان في بقلبها، وهل فعلا كانت جاي من جورجيا على متنا نيترات الامونيوم او لا، لانه كمان يعني كل شخص لبناني عم بيتابع هذا الملف بحب يعرف. اكيد لا هو اكيد رح نتابع، برجع بقول لك في عوائق كثير، يعني احنا اغلب شغلنا عم بيكون لانه ما عندنا قدره نفوت على الاماكن اللي فيها المعلومات، عم نشتغل حيث تتاح لنا بطريقه انه شوي
مش تعطي قيمه لشغلنا، بس بهذا الملف تحديدا الشغل عم بيكون كثير مضني، لانه عم تشتغلي ريسيرش، عم تشتغلي بحث بالارقام. يعني مش سهله قصه الدوري على البواخر اللي طلعت فتره 3 أشهر من جورجيا وتقطعيها مع البواخر اللي اجت على لبنان وسوريا. فمطرح ما تقدري، واحيانا الفكره بتكون موجوده بس مش خاطره على بالك، بتلاقي انه تفصيل بسيط ممكن يعمل لك نقله بالملف. يعني شبكه اوديسا مثلا انا لا ادعي انك كنت على علم فيها، بس شفت البواخر يعني بحث معين بيوصلك لهي الشبكه بتصيري تكتشفي. فاكيد نحن مكفيين بس ما بعرف قديش او لوين بنقدر نوصل. طيب بدي انتقل للمحاكاه. نعم اوكي، في شيء نزيده على بابول الموت؟ اوكي تمام. على المحاكاه كان يعني هذا كان جزء اخير من المحاكاه لانه كان يستند على تثبيت فرضيه اما اذا فعليا كانت التلحيم. اذا فينا نشوف الصوره، صوره التلحيم اللي انتشرت اول يوم بعد تفجير مرفأ بيروت واللي تظهر عمال يعني موجودين على باب العنبر رقم 12. هون عم نشوفهم ثلاث عمال عم بيقوموا بعملية تلحيم على باب العنبر رقم 12، وراهم وخلفهم أكياس نيترات الأمونيوم. فراس، أنت بالمحاكاة تواصلت مع الشخص اللي جالس على الأرض؟ رائد. صح صحيح. اوكي، وهو خرج من السجن ولكن هو ممنوع من السفر. صح. طيب اذا خلينا حتى توفت والدته وهو لازال هون لانه عليه منع سفر. هذا دليل بس قبل ما نفوت بالتفاصيل انه قديش حتى في تمييز بهذا المحل. يعني عم نشوف ضغط سياسي وغير سياسي لاطلاق سراح اشخاص موقوفين عندهم مناصب عالية لاعتبارات سياسية وطائفية، بس العمال السوريين اللي هني كمان بالآخر إذا كان في مسؤولية الأقل يعني تحمل للمسؤولية ما حدا عم يطالب فيهم وما حدا عم يسأل عنهم. حتى وضعهم بالسجن بمقابل أوضاع منيحة للبقية السجناء، أوضاعهم كان بموضوع الاتصالات الهاتفية كان بموضوع الخروج بالزنزانه سيئة جداً، بس ما حدا بيسأل أو ما حدا بيطالب لأنه المنطلق عندنا دائماً مش إنساني ولا أخلاقي. المنطلق هاي القضية قديش بتجيب لي رأي عام وقديش بتجيب لي شعبية. طيب هذا الشخص هو اسمه رائد الأحمد. صح. بيقول لك بالاتصال الهاتفي اللي عملته معه بيقول لك إنه في بابين، يعني الباب وراه في باب تاني. لا هلا بقول لك كيف. يعني هيدي بس إذا فيك توضح. صح. لنا شو صار قبل ما نشوف الفيديو. هو في باب رئيسي، هذا الباب الرئيسي بيفتح من برا، بقية الأبواب اللي هي بعتقد 12 باب بتنفتح بس من جوا. يعني هيدا لضبط، يعني هيدا الباب اللي نحن شفناه بالصورة هيدا باب خارجي ولا باب داخلي؟ هيدا باب لكن صراحة بدي مأكد هيدا أي باب، ولكن هو بعتقد الباب مش هيدا اللي كانوا عم بيصلحوه. بس هن اشتغلوا بأكثر من باب. بس بدي ألفت نظر انه بحسب الاتصال اللي عملته هن عم بيقولوا انه هذه الصورة لم تلتقط يوم يوم الانفجار. يعني هيدي لما انتشرت الصورة قال انه هيدي قبل بساعات من الانفجار، بينما تبين انه هذا العمل استمر لثلاث ايام. صح. وهذه الصورة يبدو انها التقطت باليوم الاول لانه كان بعض مفتوح الباب. صحيح. بينما باليوم الاخير كان الشغل عبارة عن رتوش عم ينعمل. صح. بالاخير. طيب يعني التلحيم صار اول يوم ولا اخر يوم ولا كان عم بيقوم على هو تلحيم. انا لقلك قبل بس قصة الباب، هو الباب في باب واحد بيفتح من برا، الابواب كلها الثانيه بتفتح من جوا. هيدي لضبط الموضوع تا ما يصير في تهريب وسرقه وكذا. هذا لو افترضنا العنبر عم بيشتغل بشكل صحيح، فهني بتفتحي من جوا وبتفوتي وبصير اذا بدك يعني بتفتحي من داخل العنبر بقيه الابواب. يعني بقيه الابواب غير العنبر الرئيسي ما بتقدري تفتحيها من برا. اوكي، فهني بدهم يشتغلوا باحد الابواب. هذا الباب اللي بدهم يشتغلوا فيه ما بيقدروا يشتغلوا فيه، ما بيقدروا يحركوه، بدهم يفتحوه من جوا. وبالتالي اضطروا يفتحوا الباب الرئيسي، يفتحوا لهم الباب الرئيسي. الباب الرئيسي محطوط قدامه مثل ما حكينا قبل اكياس امونيوم نيتريت عاليه، يعني مستحيل تقدري تفوتي. بدهم يعرفوا شو عليهم. عربش كلفوا احد الشغيل السوري، وهذا الشغيل السوريين كلفوا عربش تيفوت لجوا. هذا بفرجيك انه لما كانوا يقولوا لك انه ما نقدر نفوت ونعمل جرده لانه في كياس وكل هالاخبار، انه كان ممكن بشويه لانه اكيد الواحد ما في يفوت بالبدله ويكزر عادي، بس كان بيقدروا يعملوا شويه جهد ويجيبوا شغيل مثل ما وقت الشغيل السوري جابوهم بهذا النهار ويعربش. ففات وجرب يفتح من جوا لانه له من فتره مش مفتوحين الابواب، كانوا مصدين. طيب قصهم بالقطاعه واشتغلوا بالباب. هن اللي بيقولوا، انا ما بتمنى نظريه حدا، بس اللي بيقولوا انه
ما لحموا اصلا بكل الايام الا الشيء القليل القليل القليل، يعني مسكت باب فالتي حطوا لها 4 نقط لحموا. بس هني باول يوم لحموا وباول يوم لحموا، يعني حتى اذا هذه الشراره رح نشوف الفيديو ونشوف كيف انت عملت المحاكاه، ولكن اذا هذه الشراره انتقلت مباشره الى نترات الامونيوم باليوم الاول، كان يفترض ان يبدا الحريق منذ اليوم الاول ويكونوا خلال 3 ايام الباقيين يكونوا حسوا. في ناس بتقلك انه هي صدفه، يعني بتلحمي بنفس المحل نهار بتعملي حريق نهار لا. انا تكون واضح اكثر فرضيه بستبعدها فرضية التلحيم، اولا لانه هي الفرضية اللي تتبناها السلطة، وكل شيء بتتبناه السلطة انا بطبيعتي بشك فيه بناء على شو بين بمحل معطيات اللي اثنين لانه نحن لما عملنا المحاكاة تبعنا تبين انه اذا حطيتي حد مكنة تلحيم وفات شرارات لجوا. هلا حنشوف الفيديو خلينا نشوف الفيديو تبع المحاكاة وبنرجع منتبع النقاش. 30 ثانية وبلش. اوكي هلا نحن عم نجرب نعمل انه عم نجرب نقرب الامونيوم نيتريت قد ما فينا على الباب. يعني هيدا عم شوف الشرارات عم توصل تقريبا على الامونيوم نيتريت المحل اللي نحن فيه. خلينا نجيب كمية اضافية بس خليهم ليبرد شوي لانه حتى ما يكون بدك تعطيني دقيقة وقت اعمل اقل من دقيقة اقل من دقيقة يلا يلا ما مشكل. طيب يعني نحن هلا رح نقرب الامونيوم نيتريت من المسافة اللي هن فيها ورح نحطهم بهيدي المسافة تنشوف اذا بيصير في الاشتعال مع الانشارة. فينا كمان نقرب هول تيصير في مثل تقريبا موصولين ببعض. يلا يلا تفضل تفضل تفضل. هلا هلا احسن وقت بلا هوا. ايه تفضل يلا. تمام ايه ماشي الحال. وقف دقيقة بليز. بس حطيناها على مقربي من الباب وصارت عم تنزل الشرارات وهي حاميه على الانشاره والامونيوم نيتريت عم بيصير في اشتعال واشتعال سريع. يعني اشتعال سريع اشتعال حتى ما بيشبه اشتعال الانشاره لحال. الانشاره لحال ما بتولع بهيدي الحديه ابدا. الانشاره لحالها بتكون بطيئة أكثر، بس مثل ما شايفين أنه في تطاير شرر، يعني أنه الشرر عم يتطاير منيح بطريقة كثير كبيرة. بس كمان شغلة ثانية شايفينها أستاذ فؤاد وهي أنه الاشتعال عم بيكون سريع، يعني مش عم بيكون أنه مثل ما توقعنا يمكن أنه نار تعس وترجع تاخذ وقت لتشتعل. مزبوط. يعني في راس مثل ما شفنا انه مثل ما عم تقول انت بالاخر انه دغري ولعت النار على مقربه لما يكون التلحيم عمليه التلحيم ملاصقه لنترات الامونيوم، وواضح انه نترات الامونيوم مسنودين مباشره على الباب اذا بدنا نقول هذا الباب اللي جرى العمل فيه. واذا في انشاره وفي شراره عم بتفوت لجوا وفي انشاره وفي مواد مشتعله اخرى وفي صواعق اللي هن عباره عن المفرقعات، يعني مفترض اذا هذه الشراره عم بتفوت مباشره ما تعس بالطريقه تاخذ هذا الوقت الطويل هيك بين اقله دغري ولعت. ولكن يعني يقال انه الرابيد اللي كان موجود اللي هو نقل الشباب غادر حوالي 4-5 الا من مرفق بيروت.
كان في رد آخر أنت بالتواصل مع شقيقة المتعهد يعني؟ جيت الشبلة. أنا أول شيء بس لما يفوتني بدي أشكر كثير أول شيء الأستاذ فؤاد بزي اللي هو فعلا من الأشخاص اللي عطوا رأي كثير علمي بهذا الملف من البداية، وكان حريص وأنا احترمت هذا الشيء، ونحن أصلا هذا كان الهدف أنه ما يحكي شيء برات اللي بيلمسوا بالأرض من خلال المحاكاة العلمية، وكان عامل مساعد كثير وأساسي بإنجاز هذا الشغل، وكمان محمد طالب وحسين محسن الزميلين اللي يعني بذلوا مجهود خارق لإنجاح هذه التجربة تصويرا ومونتاجا وأبدعوا للأمانة، هذا حق يقال. في الصحافي الجورجي كمان. الصحافي الجورجي صديقنا ميخائيل بوبو اللي هو صار صديق لنا. الله يستروا هلا بعد. اللي أول ما صارت الحلقة انعرضت قال لي بتمنى إنه يكون ضيع رقمي ليفان بورديلاتزي لما شاف انه مصورينه بالسر. هول اشخاص فعليا جنود مجهولين، وهن عملوا ال 50 او 60% من الشغل اللي شفناه على الهواء، ونحن عملنا الباقي. بالنسبه لموضوع المغادره الرابيد الساعه 5 الا دقيقه من المرفأ، انا ما عندي معلومات اي متى غادر. هلا مؤخرا سمعت يمكن زميلنا هادي الأمين أبرز صورة قبل يومين، ما بعرف إذا أبرز صورة، أنا ما شفت صورة. لا بس ما بعرف إذا مكتوب التوقيت، بس في صورة إنه خارج من هادي بيكون قاطع معلوماته مع الأشخاص اللي عم يتابعوا التحقيق، وبالتالي خلينا نقول إنه فعلا هذا الوقت اللي غادروا فيه. هن كانوا عم بيقولوا فلينا 3:30 4 الا ربع. هلا هل هن فلوا كانوا بيقصدوا من العنبر وبقيوا بالمرفأ، او هن كانوا عم بيقولوا هذا الوقت والوقت الاداء هو 4:30؟ انا ما بعرف هذا التفصيل، ولكن انا اللي بعرفه بالحالتين انه حتى الوقت الزمني بين اذا هن غادروا 5 الى 5 او اللي هو يعني انتهت اعمال بقلب العنبر حوالي 4:30 تنقول، يعني تيضبوا غراضهم تيفلوا، يعني في ساعة ونص بكل الحالات او ساعتين بين وقت الحريق ووقت الانفجار وبين وقت المغادرة. المفروض يكونوا حسوا بريحه او بشرارة. انت سالته لاحمد اذا هن شموا او حسوا بشي ريحه، قال لك لا، خصوصا انه هن بياكدوا انه اعمال التلحيم بهذا النهار خلصت 11:30 وكانت بسيطة، لأنه بسيطة كانوا جدا. بالأيام اللي قبل هن عاملين العمل اللي بدهم يقوموا فيها، لأن كان في رتوش بس باليوم الأخير. صحيح 100%. يعني أنت، أنا اللي فهمته فراس من المحاكاة، أنت ضحضت نظرية التلحيم. أنا هيك شفت، يعني أنا شفت في ناس اعتبروني عم بتبنيها. أنا والله للأمانة أنا لا هدفي أضحط، وفي ناس زعلوا أنه عتبوا أنه بعض أهالي الموقوفين أنه وبعض أهالي الضحايا شيء أنه ضحضت وشيء ليش عم تروج لهذه النظرية. أنا فعليا لا ضحط ولا أنا شفت عملت محاكاة أوكي، وجيت لحمت على نيترات الأمونيوم بأرض اشتعلت النيران، ما أخذت وقت لتشتعل. يعني إذا أنا بدي أعتبر نفس العملية صارت يوم الرابع من آب، لنفترض أنه فعليا نفس الشيء صار، وكانت هالقد كمية النيترات أكبر من الكمية اللي أنت مفروض كانت بلحظتها تبج أو تشتعل بهذه، يعني على القليل يشموا ريحة. أنا أميل لهذا الاعتقاد من دون أن أعطي لحالي حق أنه أجزم، بس بدي أقول شغلتين. الشغلة الأولى انه بكل الحالات بمرفأ وبعنبر هالقد حساس، تستغربي انه ما في كاميرات مراقبة قدرت ترصد شو كان عم بيصير تقطع الشك باليقين. تستغربي اصلا من الاساس انه ما كان في اي مواكبة. يعني انا اليوم لا بقدر لوم بحكي بالمعنى تراتبية القصص، ما بقدر أنا أجي أحمل المسؤولية لشغيل سوري أو غير سوري أو لا حتى متعهد أو مهندس أو طالما في أنت يعني هذا الشغل عم بيصير بمرفأ وبعنبر مواد خطرة، طالما هالشغل متروك من دون أي مواكبة أمنية أو مواكبة من إدارة المرفأ لعمل هودي العمال أو لعمل المتعهد. سألتهم ليش ما كان في مواكبة؟ شو قالوا؟ هلا لمين سألت؟ سألت يعني شقيقة المتعهد، انت عملت مؤتمر لا شيء تخيل متعهد او المتعهد ما بيتحمل مسؤوليه على تفاصيل الموضوع. يعني هو المتعهد ما حيجي يقول للامنيين تعوا واكبوني، هيدا اجراء لازم يسال للاجهزه الامنيه. ما كانوا عارفين، بس بين انه في فويس نوت بعتته المهندس اللي كانت موجوده على الارض. المتعهد يعني شقيقته بتقول انه هو منه عارف انه هذه مواد خطره، هني قالوا له هيدا نيترات هو اسمده زراعيه، فبينما بحسب يعني ما تبين انه لا هي ارسلت له فويس نوت و
اخته بتقول ما سمعوا، اخته بتقول ما سمعوا، بس انا عم بقول لك تما اكون مبين عم بتبنى حكي اي شخص او مطلق شخص. انا عم بقول لك بكل الحالات افترضنا المتعهد سمع هذا الفويس، اول شيء ما المهندسه رجعت اصلا نزلت بايام الثانيه كانت موجوده، يعني اذا هي هالقد كمان موضوع خطير كان مفروض. بس انا حتى المهندسه مش معلومة بالمطلق، بكل محل في شخص عنده مفروض يكون حس معين من المسؤولية، ولكن أنا أقول شو مسؤولية هؤلاء الأشخاص إذا قورنت بمسؤولية الأجهزة الأمنية وبمسؤولية إدارة المرفق اللي هن مسؤولين عن هذا المحل اللي هو مرفق عام. ما لازم حدا يقدر يضرب ضربة من دون ما يكونوا موجودين على إيده وبالقوة، واللي صور الصورة هو شخص يعمل بالمرفق وصور هذا. أوقف مؤخرا محمد طه، أوقف بتهمة أنه هو بيصور وبيبعث للمتعهدين تيبتزن ويأخذ منهم أموال وإلى آخره، يعني كان معروف أصلا. حليمة يعني كتار بيقول لك أنه إحنا ما كان معنا خبر، هو من مهام كل الأجهزة تحت يكون معهم خبر ويعملوا دوريات، يعني شغل عم بيصير من 8 لل 4 لو لم يبلغوا بالطريقة الرسمية. خي بلكي هول جايين خلصي عم يعملوا شيء، كيف تتركون يشتغلوا كل هذا الوقت؟ لهيك لما اليوم بقصة التحقيق بالملف، لما كل ما طارق البيطار المحقق العدلي كان عم بيشتبه بحدا أو عم بيوقف حدا أو عم بيستجوب حدا، صار كل حدا أنه لا ما أنا مش شغلتي ولا ما أنا. يا عمي في عالم كانت تقبض معاشات بال 20 و 30 و 40 ألف دولار، هيدي كانت تقبض معاشاتها مش تتقعد وقلناها مرة الماضية تشرب كاس ويسكي بمكتبها أو تدخن سيجار تتعرف شو عم بيصير على الأرض. بس نحن كان كل مدير في فوق مدير وتحته مدير والأرض متروكة. بعدين اللي سرب، يعني السؤال الذي يطرح أنه من سرب هذه الصورة اللي تبين بحسب الأقوال، يعني أنا لا حتى لا أجزم أنه فعلا هيك، ولكن بحسب المقابلة اللي أنت عملتها بالوثائقي عم يقولوا أنه هذه في اليوم الأول من الأيام الثلاثة اللي صار فيها العمل بالعنبر رقم 12 باليوم الأول. إيه باليوم الأول. طب سربوها بالأربعة أبع أساس أنه هي قبل ساعات من وقوع الانفجار، يعني هذا الشخص الذي سرب هذه الصورة كان يقصد أن يحرف الأنظار عما حصل فعلا. أبعد قصة شخص، أبعد من شخص، هاي صورة بيسربها شخص نقول، بس الحملة اللي انعملت للترويج لإلها أنه هي نهارة التلحيم وهيك هيدي ما بيقدر يعملها شخص لحاله. طيب. هاي بدها بروباغندا على مستوى. هاي المحاكاة اللي أنت عملتها عملها القاضي طارق بيطار. نعم. بس نحن ما عرفنا شو صار. شو صار معه يعني ما بعرف. يعني في وجهتين نظر، في ناس بتقول هلا ما حدا بيعرف الا هو اذا اقتنع او ما اقتنع، في ناس بيقولوا انه ما ولعت النار الا بخامس مره بس انحطت الانشاره بمسافه قريبه. هلا اقتنع هو انه هيك كان الوضع او ما اقتنع، هذا اكيد سؤال ما حيكون حدا بيعرف جوابه غير القاضي طارق بيطار. يمكن لو كان هلا بعده متروك ينشغل كنا يشتغل كان طلع القرار الظني وعرفنا اذا تبنى هيدي الفرضيه. بدي اسالك عن موضوع توقف عمل القاضي طارق بيطار، يعني الناس بالشارع ونحن لما بننزل من مقابلات خصوصا بذكرى أربعة، في بعض الاشخاص بيقولوا انه ما وينه ما طلع القرار الظني، ما وينه هن ما بيعرفوا انه يطلع القرار الظني ويخلصنا. ما بيعرفوا انه ايده كفت عن هذا الملف، وفي كثير دعاوي لكف يده، في دعاوي مخاصمه الدوله، في كثير دعاوي مخاصمه بهذا الملف. طيب إلى متى يعني البت بهذا الموضوع؟ لا إلى متى؟ لحتى شكله بدك نشوف قدي هن ناويين يتمادوا بهذا المحال بالشيء الوقح اللي عم بيصير بتعطيل القضاء وتعطيل العمل بهذا. قاضي من هيدي الطائفة، قاضي من هيدي الطائفة، يعني تتشوفي قديش في قلة مسؤولية أنه ملف من هالنوع واقف بسبب خلاف على قاضي مسيحي وقاضي مسلم، علما أنه ما بعرف أنا إذا هذا السبب الحقيقي ولا هيدي حجة لتعطيل الملف. أعتقد الموضوع مرتبط بكثير اكيد اشياء سياسيه داخليه وخارجيه والى اخره، ولكن اعتقد بالاخر طالما الشخص المعني اللي هو القاضي طارق بيطار صامد، بمعنى انه عارف حاله انه هو ما عم بيعمل شيء غير عم بيعمل شغله ومش رايح لمحل يتنحى. طب ليش ما بدهم يرجع يمشي العام الملف؟ لحزب الله قبل يومين عم بيقول انه باربع قال انه يعني التحقيق في هذه القضيه متوقف لانه القاضي رافض ان يتنحى. أيه. هني ما بدهم يكون هو مستلم قضيه، معتبرينه انه هو عم ينحاز او عنده ارتياب منه او مش بس ما ساعتها. اول شيء الارتياب برجع بقول لك
مع احترامي للكل واحترامنا للسيد حسن، ولكن الارتياب بده يكون مستند على منطق. ما في اذا السيد حسن قرر يرتاب بشخص يصير هذا الشخص مرتاب به، ما بيمشي الحال. طب ساعتها بيجي قاضي ثاني اذا ارتاب به حزب الله او غير حزب الله بنكف له يده. كل شخص بحس يمكن عن حق او عن غير حق انه هذا القاضي بده يشتبه بحدا تابع له او بحدا محسوب عليه بده يصير هيدي الجهه. طب ما بكره القوات اللبنانيه بيطلع قاضي ثاني مثلا ترتاب فيه، ولا بس منكف يد القاضي اذا ارتاب فيه حزب الله، بس اذا ارتاب حزب ثاني ما منكف يده، ولا منكف يد القاضي اذا ارتاب فيه اي حزب من الاحزاب. بالحالتين مشكله. اذا بس بحاله شو بيقرر السيد او بيقرر حزب الله، يعني احنا ما في داعي لكل هالقصه. يطلع بيقدم الرواية اللي هو مقتنع فيها ويقول هاي هيدي الرواية وتمنوها، شو له شغل القاضي ساعتها؟ وإذا بدنا نفتحها أنه كل حزب وكل نائب وكل سياسي ما عجبه قاضي يرتاب فيه، كمان عندك مشكلة. بالحالتين ما بيمشي الحال هيك. في معلش خلي العالم ترجع تعرف طارق البطار، أنا ما عم بقلك إله أو ما عم بقلك شخص ما بيغلط، والقاضي منه شخص منزه عن الغلط، بيطلع قراره الظني، هذا بعده قرار ظني. أكيد بالقرار الظني إذا ما كان في معطيات علمية، إذا إجا قال هيدي القصة صارت 1 2 3 وما كان مدعمها، كلنا ونحن أول ناس بدنا نطلع نشك باللي قاله أو بقراره، أو إذا لقينا أنه فلان كان لازم يستجوبه بس بدون منطق حيده، بس ما هو الزلمة بعده ما خلص. يعني مثلا هلا بيطلعوا بيقولوا لك أنه ليش ما استجوب فلان؟ أو ليه ما وقف فلان؟ أو ليه طلع فلان؟ ما هو لحد النهار اللي كفت إيده كان بعده عم يستجوب، يعني في ناس طلعهم قبل ما تنكف يده بنهار. وفي ناس وقفهم قبل ما تنكف يده بنهار. يعني هود الناس لو كفت يده قبل بثلاث أربعة أيام كان ممكن ناس منهم تكون بعدها بالحبس وناس برات الحبس، كانوا رح يقولوا لك هلأ ليش فلان بعده بالحبس. ما فلان بعده بالحبس أول شيء لأنه التحقيق شغال يعني ما طلع على قرار الظني، ولانه انت كفيت له يده. يعني هلا ليه قادر يعني يطلع؟ يعني هول الموقوفين اللي هلا عددهم نحو 17 كانوا 20 وبعدين شو ايه. انت تواصلت مع عدد من الموقوفين، مع مين تواصلت بالاجزاء السابقه من بابور؟ مع عدد ايه. بغض النظر انه ايه. اذا بتشوفوا امر مهني او غير مهني في البعض مهني، انا ضميري مرتاح انه مهني، وانا كنت مسلح باصلا اذن شفتهم بشكل يعني او حكيتهم بشكل قانوني، بس ايه مهني. انا دائما عندي موقف بهذا المحل انه شخص مطلوب شخص موقوف، انا الشخص اللي بحس بفيد الملف اللي عم بشتغل عليه وبقدر باخذ منه ما يعني ليه عم بساله اسئله خاصه ولا عم بساله اسئله لها علاقه بملف. طيب هول الاشخاص الان ما زالوا قيد التوقيف، ما في بحقهم شيء؟ يعني هن موقوفين ما قدروا يقدموا اخلى سبيل هذا التحقيق بسبب كف يد القاضي. ما قدروا يقدموا اخلى سبيل. بس برجع بقول لك عبين لام هو. طب بكره اجى شخص ثاني، يعني عن جد مش عم طب هذا الشخص الثاني اذا رجع اشتبه هذا الشخص الثاني بالاشخاص اللي على اساسهم وقف التحقيق بيقدر ما حيرجعوا يكفوا له يده؟ يعني هن سلفا عم بيقولوا لهذا الشخص اللي بده يجي او القاضي بتجي ممنوع تشتبه، مش بس بهذا الشخص بهيدي ولا حتى بهي الجهه، لانه طارق البطار على فكره ما اشتبه بحدا لا نايب ولا وزير من حزب الله ولا لمح لا. بالعكس نحن كان عندنا مشكله محل انه كنت حس انه فرضيه الصدفه انه هو معتبرها قائمه، هيك كان يتسرب بالاحيان. هلا صح او مش صح ما بعرف، فمش انه تسرب عنه انه طلع قال انه انا بدي اتهم حزب الله او انه يعني هذا اللي بيخليك ترتابي، انه كل هذا الضغط باتجاه توقيف الملف. ليه؟ لانه بعد ولا كم شخص ليك شغله بعد مثلا محمد المولى. اوكي محمد المولى موقوف وهو شخص مضى على ورقه انه هو حارس قضائي للبضاعه، والشخص اللي مضاه او القاضي اللي مضاه جاد معلوف بيعترف وبيعرف انه هو ما في يكون حارس قضائي او انه هيدا الامضه وهو تحفظ عليه بس مضى انه صار بطريقه معينه انه سوء صياغه او المهم دفع الشخص هذا الشخص وبعده عم يدفع ثمن ورقه مضاها وتحفظ عليها وبالمنطق ما بيقدر يحمل مسؤوليتها، ما بيقدر يكون مسؤول عن 2950 طن. طب هيدا ليك نحكي القصص مثل ما هي سؤال. طب هيدا الشخص شيعي وقفوا القاضي طارق بطار ما كفوا له يده، ليش اشتبهوا فيه؟ ليش لما اشتبه بعلي حسن خليل وغازي زعيتر كفوا له يده؟ ولا يعني القصه ولا 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 كمان بهالمحل حتى بالقصه الطائفيه في ناس ما مشكل هودي يكونوا كبش محرق او يدفعوا ثمن والى اخره، بس في ناس هودي الهه وانصاف الهه ممنوع يتقرب عليهم.
سامي حسين مدير العملية توقف، وسامي حسين شيعي ما حدا تحرك وما حدا كفر له يده القاضي طارق بيطار. أنا عم بقول بكل الحالات ما حدا له حق، بس عم بحكي بالمنطق. ليش لما وزير أو نائب، ليش هذا التمييز حتى بقلب البيئة اللي عم بيقول السيد إنها مستهدفة؟ ليش لما توقف محمد المولى ما اعتبروه استهداف لهذه البيئة؟ ولا علي حسن خليل بيمثل هذه البيئة بس شخص موظف عم بيعيش من معاشه وهلأ موقوف له سنة أو سنتين وعم تتراكم عليه وعلى عائلته ديون وما عم يلاقوا حدا يوقف عدن وكل هذه القصص. يعني أنا ما بحب كتير فوت الإنسانيات إنه هذا ما بيتوقف التحقيق كرماله، بس الوزير أو النائب إذا اندق فيه أو المسؤول الأمني بيوقف التحقيق، إنه حدا بيقدر يجاوب هود العالم مش يجاوبنا لإلنا. لأنه بعرف إنه حتى يعني الجمهور، ما بقول لك أنت عم تحكي يعني مين أنا بالتأثير عند السيد حسن، بس أنا عم بحكي بالمنطق. الناس تجرب تسمع الفكرة وتناقشها بمنطق بغض النظر مين مطلقة أو بوجه مين عم تنحكى. طيب نحن وقتنا شرف على نهايته فراس، بس بدي ارجع معك بس لأكد على موضوع انت كنت عم تضحض نظرية. انت قلت لي انه انت لا تتبنى اي شيء، انت عملت العمل العلمي بالمحاكاة وطلعت النتيجة اللي الكل شافها. انا كفراس حطوم استبعد فرضية التلحيم اللي عملناه، برجع بقلك ليه بيضحط بالمطلق ولا بيأكد بالمطلق، ولكن يقول هذا اللي عملناه انه بدك تحط انشارة وعلى باب العنبر بلزقه وبدك تكوني في مجال تفوت الشرارات لجوا وتلحمي. على فكرة حتى التلحيم يعني أخذ وقت حوالي 20 أو 30 ثانية اللي هن بيقولوا ما صار في تلحيم تواصل هيك، بس خلينا نقول تيسير في حريق. أنا أستبعدها بضحط أو ما بضحط، أنت شفتي وكان عندك قناعتك والناس اللي شافت بعتقد كل واحد كون قناعة يا هيك يا هيك. على كل الأحوال نحن يعني ننتظر أن يتم الاستكمال، على أمل أن يتم استكمال التحقيقات في هذا الملف لحتى الناس تعرف الحقيقة فعليا حقيقة ما جرى، وننتظر القرار الظني يعني بحال صار شيء مستجد على صعيد القاضي طارق بيطار ومتابعة هذا الملف لنرى ولنحكم فعليا هل قام بعمله كامل أو لم يقم بعمله كاملا. لك يعطيك ألف عافية أنت وجميع الزملاء اللي تابعتوا هذا الملف بالتلفزيون الجديد وحتى بغير وسائل إعلامية، ومؤكد أنه رح تتابع أي تفصيل جديد بناء على معطيات قد تحصل عليها. سؤال أخير، بتخاف ممكن شيء خليك تتراجع متابعة هذا الملف، تهديدات أي شيء؟ بتخافي؟ ما في حدا ما بيخاف، بس أنا دائما بفكر بمنطق أنه كبي حالك بالقصة ساعتها ما بيعود عندك طرف أنك تخافي، ما خلص أنت صرتي بقلب القصة، يعني هلا ما بقى ينفع، عرفتي؟ يعطيك ألف عافية، شكرا لك الزميل فراس حطوم الصحفي الاستقصائي ومعد وثائقية المحاكاة وبابور الموت. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، الحلقة انتهت، إلى اللقاء.